جلست 3 شهور ورجعت نحرق عاوتاني باش ندير مجهود اخر باش نمشي لهذاك الدفء، لحتى السماء دار معايا والو. زوار موقع هبه بريس، نتواجد معكم اليوم مره اخرى مع الطفل اشرف، الطفل الذي اشتهر بطفل القنينات اثر محاوله العبور سباحه الى الثغر السليب السنه الفارطه. نحن اليوم وكان الزمن يعيد نفسه مره اخرى مع الطفل اشرف اللي حاول يعيد الكره مره ثانيه وانه يوصل للضفه الاخرى بطريقه سريه او بطريقه غير شرعيه. في حوار ونقاش سريع مع الطفل اشرف بعدما عاد الى حضن اسرته مره اخرى، حاولنا ما امكن ان نستقي منه بعض الدوافع التي ادت به او بعض الاسباب التي دفعته الى اعاده الكره مره اخرى. فكان جوابه هو ان بعض الجهات التي وعدته بمجموعه من الوعود لم تفي بها، ابرزها بطبيعه الحال توفير سكن وشغل. اشرف اليوم يوجه رساله للراي العام المغربي الذي تفاعل معه في المره السابقه وبالامس اثر اختيار صورته كاحسن صوره في العالم من طرف وكالة الأنباء الدولية رويترز. أشرف يوجه نداء أنه لن يكرر المحاولة مرة ثالثة، ولكن بشرط أن تلتفت إليه القلوب الرحيمة وأن تأخذ بيده. السلام عليكم، أنا هو أشرف صابر، الطفل اللي دار هذاك المجهود بالقنينات اللي مشي للضفة الأخرى. انا جيت نخرج في واحد التصريح لحتى شي حاجه، خرجت عاوتاني باش نحرق وندير شحال من حاجه. حتى الناس اللي كانوا بغيت يتعاونوا معنا قالوا هنيئا لاشرف، قالوا صافي هو راه يقدر دابا دار داكشي اللي دار، ولكن داكشي راه ما كاين منه والو. السي عاتق هو اللي تعاون معايا باش درت السونتر و الرياضه ديالي ومدرسه اللغات، هو اللي تعاون معايا. لا انا ماشي في الدماغ ديالي باش نعاود المحاوله. الوفاء اللي داروا معايا ماشي، جلست 3 شهور ورجعت نحرق عاوتاني باش ندير مجهود اخر باش نمشي لهذاك الدفء، لحتى السماء دار معايا والو. نهار طرات هذيك الضجه وهذاك الشيء رجعت للدار بثلاث شهور، من ورا ثلاث شهور رجعت للقصر الصغير ريسكيت مع الدراري، كان ريسكي حتى واحد ما جيب لي الخبار واش انا بخير ولا الا الدار. رجعت كان ريسكي حتى اليوم تلاحت الصوره ديالي احسن صوره في 2021 ديال طفل القنينات، وشفت هذا الشيء و جاو عدي عاوتاني الدار من كازا للقصر الصغير، تلقيت بهم من كوميسارية مرسى القصر الصغير، تلقيت بهم وجاو عدي وسلمت عليهم، وجاو معاهم حتى السي عاتق تلقينا به والحمد لله. بزاف المحاولات وكنهبط على القصر كندبر على راسي كنمشي للدالية، ما جاب الله كنمشي دبروا على راسنا وكنجي عاوتاني والريسكي وفي الليل ريسكي والنهار نعسو عاوتاني في الليل ريسكي وغاده. ما بقاش الوضع كيما كان، كان كرياجات قصار ما كانوش بحال هكا. دابا ولا تبغي تطلع الكرياج خاصك تطلع لي بغانجوات الباص تشرق وتدخل لي والسكانير والكلاب. مرسى ما بقات كيف ما كانت، تزيرات بزاف. الليلة تجمعوا الناس وتعاونوا معايا ما نبقاش نعاودها، حتى الصافي غنلقى شي حاجه ماشي بحال هادشي اللي مشيت فيها الخمس 3 شهور ورجعت عاوتاني 5 شهور باش الريسك. الرساله ديالي نوصل الناس داخل الوطن وخارج الوطن يتعاونوا معايا، وانا راه باغي ندير شي مستقبل ان شاء الله. هي الصور ديالي في كاع المجلات منتشرين وكنطلب منهم يعطوني الحقوق ديالي منهم، لحتىش كاع اللي حشيت تصويره كيربح من وراها وانا ما رابح والو. هادشي اللي كنطلب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.